يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم هتكون غاية في الأهمية، أخبار عديدة على مختلف الأصعدة سواء محليا عالميا، وبالتحديد كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخباره، خصوصا قبل مباراة اليوم بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام حرس الحدود في الجولة رقم 25 من بطولة الدوري الممتاز، وبإذن الله تكون خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على بطولة الدوري. بالتالي حلقة النهاردة فيها كلام كتير جدا هنتكلم فيه ونتناقش فيه كمان مع حضراتكم، لكن الأهم دايما هو التواصل معاكم من خلال سؤال حلقة النهاردة. والسؤال بيقول: توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي وحرس الحدود، المباراة اللي هتجرى في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد الماكس بالإسكندرية، تتوقعوا ايه؟ من خلال طبعا صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، ومع نهاية الحلقة نشوف توقعات وتفاعل حضراتكم زي ما انتم متعودين. في البداية دايما أهم ترندات الحلقة ايه؟ نشوفها. في ترند الأهلي: الأهلي يواجه الحدود للاقتراب من الدرع 42. الترند المحلي: أحمد سامي مدربا لسموحة بعد استقالته من طنطا. أما في الترند العالمي فميسي ينتظم في تدريبات برشلونة. طيب، في عدد من الامور اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم مع بدايه كل حلقه زي ما انتم متعودين دايما، وعندي عدد من المواضيع كده وبعض المعلومات اللي لازم نقولها لحضراتكم. بس لفت نظري بس موضوع الكابتن احمد سامي و يعني تعاقده مع فريق سموحه كمدير فني جديد. الراجل يوم 1 من الشهر ده 1 سبتمبر كان مدير فني جديد لطنطا، لعب ماتشين، ماتش اتعادل فيه والتاني خسر تقريبا، فاعتذر عشان جاله عرض من سموحه يروح يمسك. طبعا ليه كل الاحترام يعني كابتن احمد سامي مدرب مميز بالمناسبه، لكن احنا هنا بنتكلم على شق لازم يتم التركيز فيه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، اللي هو ايه؟ بيتعلق باللوائح. ايه المشكله يا جماعه لما نحط لائحه كده بدايه من الموسم الجديد ان لا يحق لمدير فني ان هو يمرن او يكون مسؤول عن اكتر من فرقتين في الموسم؟ على فكره في بعض الدول الاوروبيه، بعض الدوريات الاوروبيه عندهم في اللوائح بتاعتهم الجانب ده، يعني من غير ما اقول لك دوري فلان او فلان، وكمان في الدوري المغربي كمان اعتقد في الجزئيه دي، ان انا دلوقتي ابقى ماسك اكتر من 3-4 فرق في الموسم، وده ما بنشوفوش في الحقيقه غير في الدوري المصري بس، دي حاجه صعبه قوي، وبعدين بيبقى يعني بيبقى فيها كلام كتير، يعني مش حاجه صحيه، مش جانب جيد يعني. فايه المشكله نحط في اللائحه زي اللعيب؟ انت دلوقتي ينفع لعيب بيلعب في اكتر من ناديين في موسم؟ يعني انت مثلا ممكن لعيب انتقل سي مثلا للنادي الاهلي في الصيف في شهر 8، بيجي فتره انتقالات الشتويه في يناير ممكن يروح نادي تاني فبيلعب لناديين في موسم واحد، لكن ما ينفعش يلعب لثلاثه. لازم ده يطبق على المدربين بحيث ان انت تضمن ان المدير الفني اللي مرن فريق او اثنين ما يمرنش 5 و6 و7. ممكن تكون حصلت في سنه من السنين وبتحصل في الدوري المصري تحديدا، فالجانب ده مهم قوي لو تركز عليه اتحاد الكره سواء بقى الجديد بقى والدول استمروا طبقا للي احنا بنتابعه يعني، فهتبقى جزئيه مهمه قوي لازم ياخدوا بالهم منها. وبالمناسبه الدوري الايطالي كمان تحديدا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو متعاقد مع مدير فني والمدير الفني ده انت مشيته فسخت التعاقد معاه، مجبر انك تدفع له قيمه تعاقده كامله لغايه مدة عقده. يعني انت الراجل اللي عندك ده مشي هتمشيه، انت كنادي هتمشيه، لازم تدفع له القيمه بتاعته كامله، مش تفسخ العقد والموضوع خلص ويروح يمسك نادي تاني وانت تجيب مدرب تاني. الموضوع ده هيعمل استقرار فني بشكل كبير جدا سواء عند الانديه او عند المدربين او حتى عند اللاعبين، وهيأثر بالايجاب بكل تاكيد على المستويات الفنيه في الملعب بالنسبه للمباريات في بطوله الدوري. فجزئيه محتاجه دراسه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره اللي جايه او بدايه من الموسم الجديد، يعني نتمنى باذن الله تعالى، لكن اكيد نتمنى كل التوفيق للكابتن احمد سامي مع فريق كبير زي فريق سموحه. طيب خلينا نروح لمباراة اليوم، مباراة الأهلي والحرس، قبل ما نتكلم في فقرة الترند. ومباراة طبعا زي ما حضراتكم عارفين غاية في الأهمية، مهمة ليه؟ لأن الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكسب مباراة النهاردة، هيبقى ناقص له كام ماتش؟ 3 ماتشات، يعني 8 نقط. أنت ناقص لك دلوقتي قبل المباراة 11 نقطة، تكسب هيبقى ناقص لك 8 خلال 3 ماتشات بإذن الله تكسب فيهم
وممكن لا قدر الله، او ممكن يعني ان انت لو خسرت او حاجه ولسه عندك المنافس، الامور بالنسبه له هتبقى ماشيه زي نادي الزمالك بعد ما فاز امبارح، فبالتالي اقتربت بشكل كبير جدا من حسم بطوله الدوري. عشان كده جايه من هنا اهميه مباراه اليوم، انك تكسب باذن الله تعالى وتخطو خطوه جديده في بطوله الدوري. ده جدول الدوري زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه دلوقتي، الاهلي متربع على القمه برصيد 65 نقطه من 24 ماتش، فاز في 21، اتعادل في 2، وخسر في مباراه وحيده. نتائج طبعا ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. المركز الثاني فرق كبير قوي قوي، نادي الزمالك برصيد 51 نقطه ولاعب مباراه زياده عن النادي الاهلي 25 مباراه. بعديهم بيراميدز 25 مباراه في المركز الثالث و 45 نقطة. بالنسبة نادي الزمالك لسه هيتخصم منه كمان 3 نقاط مع نهاية الدوري، اللي هو الماتش اللي ما حضرهوش وما راحش فيه ماتش الأهلي في الدور الأول يعني. فده الجدول ودي الظروف بالنسبة للفريق. إن شاء الله بإذن الله الأمور تكون في صالح النادي الأهلي في مباراة النهاردة وما تبقى من مباريات في بطولة الدوري، عشان يستعد من خلالهم النادي الأهلي للتحدي الأفريقي. خليني كمان أقول لحضراتكم بعض الإحصائيات اللي بتخص مباراتي الأهلي وحرس الحدود، أو مباريات الأهلي والحرس على مدار تاريخهم. لعبوا 30 مباراة، الأهلي فاز في 25 مباراة وخسر ماتشين بس من حرس الحدود زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. وكمان الأهلي أحرز 54 هدف في مبارياته مع حرس الحدود واستقبل 15 هدف فقط من حرس الحدود. الهداف التاريخي بالنسبة للنادي الأهلي طبعا قناص القناصين يعني عماد متعب 8 أهداف، وأحمد حسن مكي من حرس الحدود 3 أهداف بس. شباك نظيفة خرج بيها النادي الأهلي 18 مباراة ومباراتين فقط للحرس. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق ويقدر إن هو يحصد 3 نقاط جديدة في مشواره في بطولة الدوري. بالمناسبة النهاردة في عدد من المباريات في بطولة الدوري، الاتحاد مع المقصة الساعة 3:30، الإسماعيلي مع إف سي مصر الساعة 6. بمناسبة الاتحاد والمقصة تعادل إيجابي 1-1 حتى هذه اللحظة. إسماعيلي وإف سي مصر الساعة 6، ووادي دجلة في نفس التوقيت مع المقاولين. والمباراة الأخيرة مباراة السهرة ما بين الأهلي وحرس الحدود، أو حرس الحدود الأهلي، اللي هي مباراة الحرس، هتكون في تمام الساعة 8:30 مساء. وإن شاء الله بإذن الله مباريات نتمتع بها كلنا. أهم بالنسبة لنا مباراة الأهلي والحرس، الأهلي يكون موفق ويكسب 3 نقاط أخرى. طيب فكرة ترند بعض المواضيع، وأهم هذه المواضيع والكلام دايما كتير قوي قوي على موضوع دور نصف النهائي، واحنا بنحاول نكون معاكم اول باول كل يوم ونقول لكم ايه الجديد. لحد اللحظه دي قصه التاجيل من عدمه مش واضحه. اي حد هيقول لك اصل لا خلاص هيتاجل ما تصدقش، اي حد هيقول لك مش هيتاجل ما تصدقش برضه. الموضوع غامض. من المفترض واللي بيقال ان هيكون في اجتماع طارئ للجنه الطوارئ في الاتحاد الافريقي لكره القدم. الاجتماع الطارئ ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هياخدوا قرار بالتأجيل ولا مش هياخدوا؟ ده اللي هنشوفه خلال الساعات اللي جايه. فموضوع كله اجتهادات وتوقعات وتنبؤات من الكل في الحقيقه يعني. لكن احنا نتعامل ازاي بقى؟ مثلا كنادي اهلي، النادي الاهلي موجود في دور نصف النهائي، احنا بنتعامل او النادي بيتعامل مع الرسمي بالنسبه له. الرسمي ايه؟ مباراتك الاولى في المغرب يوم 26 من الشهر الجاري، ومباراة الإياب في القاهرة بإذن الله يوم 3 أكتوبر. أنت بتتعامل مع ده لحد دلوقتي. إن جد جديد فالأهلي بيحترم الجديد اللي ممكن يجي، سواء باعتماد هو معتمد خلاص مواعيد الحالية يعني. تأكيد على المواعيد دي أوكي، في تعديل مفيش مشكلة. كله منوط بيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والأهلي مشارك في هذه المسابقة. احنا مركزين على المواعيد اللي قدامنا دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله نكون موفقين فيها. عندك التحدي المحلي ماشي فيه بشكل كويس، التحدي الأفريقي بإذن الله هتتفرغ له خلال الفترة اللي جاية. ده فيما يتعلق بدور نصف النهائي، وأي جديد هنقوله لحضراتكم. موقف محمد محمود، وبرضه في لغط كبير وكلام كتير على محمد محمود. محمد محمود زي ما اكدت لحضراتكم قبل كده، اللاعب كان سافر المانيا عشان يطمن على رجله. من اسبوعين كان عانى من بعض الالام في الركبه، بس هي الام طبيعيه بعد جراحه الصليبي. الموقف مش غامض ولا حاجه بالنسبه لمحمد محمود. اللاعب موجود في النادي، وامبارح نزل تدريبات، مش تدريبات جماعيه، عمل بعض التدريبات التاهيليه. التدريبات التاهيليه زي ما حضراتكم شايفين كده مع حسين الشحات، احد اللاعبين المصابين كمان ومهمين، وان شاء الله عودتهم تكون مفيده للفريق خلال الفتره الجايه. التدريبات دي لحد لما الدكتور يديله الضوء الاخضر للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق. هيكون امتى الكلام ده؟
دي على حسب رؤية الطبيب يعني، هو هيقول لك أسبوع أسبوعين أقل أكتر على حسب الطبيب هيقول إيه. لكن الحالة بقى نفسها عبارة عن إيه؟ مطمئنة؟ لا مطمئنة. في مشاكل واضح في الجارية إن مفيش الحمد لله أي مشاكل، أهو الجارية قدام حضراتكم. بالنسبة لمحمد محمود، أنا بتكلم عن محمد محمود تحديد، واللاعب اطمن بشكل كامل من الطبيب الألماني اللي أجراله الجراح، مفيش أي مشكلة بالنسبة لمحمد محمود. إن شاء الله بإذن الله الوقت المناسب اللي هينزل فيه التدريبات إن شاء الله بإذن الله يكون قادر ويتمرن طبقا للرؤية الخاصة بطبيب الفريق، وكمان من خلال متابعة مع الطبيب الألماني كل حاجة ماشية بشكل كويس بالنسبة لمحمد محمود. طيب ادي حاجه من ضمن الحاجات. الحاجه الاخرى او الثالثه اللي هنتكلم فيها النهارده واللي برضو فيها كلام كتير وامبارح واول اكدنا عليها بشكل اكتر وبناكد عليها اكتر واكتر النهارده، موضوع كهربا. كهربا يا جماعه ما عندوش اي عقوبه اداريه من الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، كان عنده عقوبه ماديه وخلاص وقعت عليه واللاعب امتثل واعتذر والدنيا خلصت. البعض بيتكهن وكلام مستمر لحد قبل ما ادخل الحلقه بشويه ان كهربا مش هيلعب مباراه الاسماعيلي، موضوع يلعب ما يلعبش دي حاجه بتاعت فايلر، حاجه بتتعلق بالجانب الفني، لكن هل في عقوبه على اللاعب؟ ما فيش اي عقوبه على اللاعب، ما فيش ايقاف من النادي الاهلي بخصوص كهربا، ما فيش اي عقوبات اداريه على كهربا. تمام تمام ده اكيد اهو كلام بناكده لحضراتكم. التدريبات الفرديه، التدريبات الفرديه بالنسبه للاعب لان هو ما كانش متاح بالنسبه لك، عقوبه الايقاف بالنسبه له هتخلص النهارده اللي كانت موقعه من الاتحاد المصري بعد مباراه السوبر في الامارات، تخلص النهارده بعد انتهاء مباراه حرس الحدود، بعد كده هو متاح للمدير الفني، متاح لفايلر، لاعب موجود يلجا له فايلر مش هيلجا له، دي وجهه نظر هتكون فنيه. في عقوبه؟ لا ما فيش عقوبه. هو هيتمرن جماعي مع الفريق باذن الله خلاص من بكره لو في تدريبات بكره استعدادا لمباراه الاسماعيلي، ده تاكيد لحضراتكم حبينا نقوله. خلينا بقى نروح لاهم لقطه امبارح بعد مباراه الزمالك وطلاع الجيش، ولقطه لازم نقف عندها بصراحه يعني، حاجه جميله جدا جدا من جنش حارس مرمى نادي الزمالك واللي ظهر في لقاء تلفزيوني بعد المباراه ولابس تيشيرت عليه مؤمن زكريا كنوع من انواع الدعم. ولقطه مميزه جدا من جنش زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، وان ده اللي يدل على ايه بقى يا جماعه الكلام ده؟ يدل على العلاقات الطيبه اللي دايما بتكون ما بين لاعبي الاهلي والزمالك. ممكن تنتمي، ممكن تكون بتحب ناديك قوي، لكن دايما العلاقات الابقى هي علاقات الصداقه والعلاقات الطيبه اللي ما بيننا وما بين بعض، حتى كجماهير اهلي او زمالك. في بعض الاشخاص هي اللي بتعمل الشحن، انتوا عارفينهم كويس قوي. بمجرد ما الاشخاص دي تختفي من المشهد، بمجرد ما الأشخاص دي تختفي من المشهد هتلاقي الأمور طيبة جدا. وهو مش شخص واحد في الحقيقة، لا في بعض الأشخاص الإعلامية كمان للأسف للأسف اللي بيشحنوا وشايفين إن ده أهم شيء بالنسبة لهم، أقعد أشحن في الجماهير وأعمل احتقان ما بينهم بتاع عشان أجيب مشاهدات وكلام من ده، كلام غير صحي إطلاقا. الناس دي تبعد عن المشهد والله والله هتلاقوا علاقات مميزة جدا ما بين جماهير الأهلي والزمالك وما بين اللاعبين وكل حاجه. فاللقطه دي كان لازم نقف عندها لقطه جنش، وان شاء الله باذن الله نتمنى كمان لمؤمن السلامه ويرجع قريبا باذن الله تعالى، ونتمنى العلاقات دايما تكون طيبه ما بين الجمهورين وما بين اللعيبه زي ما احنا شفنا. طيب خلينا كمان نهني الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي السابق بعيد ميلاده، نقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاده النهارده، ونفس الحال بالنسبه كمان لنجم النجوم الباقي محمد بركات احد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي، عيد ميلاده كمان النهارده، كل سنه وهم طيبين وعبال مليون سنه ودايما كده اهلاويه ودايما كده من الرموز المميزه في تاريخ كره القدم المصريه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات حلقه الترند النهارده، استنوا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا خلاص ساعات قليله بتفصل النادي الاهلي عن مباراه اليوم امام حرس الحدود، فبالتالي احنا عايزين نطمن على فريقنا واخر استعداداته لهذه المباراه. عشان كده هروح سريعا لزمايلي الاعزاء فاروق صلاح من مقر اقامه الفريق باسكندريه، وايضا كريم احمد من استاد الماكس اللي هيستضيف هذه المباراه. يا فاروق اهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير، كل التحية لزميلي كريم أحمد، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يا كريم أهلا بيك منورنا. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية طبعا لزميلي فاروق صلاح، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الأهلي، والنهاردة إن شاء الله يكون موفقين بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أبتدي بيك يا فاروق، وعايزين نطمن من خلالك على آخر استعدادات الفريق والأجواء عندك في مقر الإقامة قبل تحرك الفريق لاستاد الماكس. خلينا في البدايه يا امير، زي ما اتكلمنا بالامس وقلنا ان هي مرحله الحسم خلاص، يعني نقدر نقول النادي الاهلي قرب من مرحله حسم بطوله الدوري الممتاز، داخلين على مراحل مهمه جدا بدءا من لقاء اليوم امام حرس الحدود، ثم لقاء الاسماعيلي، ثم لقاء الاتحاد. لعيبه النادي الاهلي بتاعي تماما قيمه هذه المرحله، الجهاز الفني ايضا والجهاز الاداري وكلامه مع اللاعبين، يعني مش عايز اخرج خارج اطار المباراه يا امير، لكن في نقطه مهمه جدا ان الجهاز الفني والجهاز الاداري الكابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص في كلامه مع اللاعبين ان يبعد اللاعبين تماما عن الحملات الممنهجه على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى اللاعبين، ودي حاجات احنا تعودنا عليها في اوقات كتير جدا، خاصه الاوقات اللي انت بتقترب فيها من حسم البطولات، سواء بطوله الدوري او الاستعداد لدوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي امام الوداد. دي من النقاط المهمه جدا ان الجهاز الفني طبعا بيفصل اللاعبين تماما عن هذا الامر، ادى الثقه للاعبين، اللاعبين ايضا عندهم الثقه وضروره، يعني عايزين نسعد الجماهير بالتحقيق بطوله الدوري الممتاز قبل مباراه الدور نصف النهائي امام الوداد. النهارده اللاعبين تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. تحرك الفريق هيكون لملعب المباراه في تمام الساعه 6:30 ان شاء الله، قبلها ب 10 دقائق هيبقى المحاضره الفنيه لمستر ريني فايلر، اللي يعني هيعلن من خلالها التشكيله، يدي بعض التعليمات للاعبين، واضح التركيز على اللاعبين وواضح الثقه والحماس. ايضا كان مستر ريني فايلر حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين والكابتن سيد والكابتن سامي عقب انتهاء وجبه الغداء على عدم الاستهانه بالخصم، خاصه ان فريق حرس الحدود في الفتره الاخيره مع الكابتن محمد حليم يعني لعب امير 6 لقاءات، تعادل في 4 لقاءات، فاز في لقاء وهزم في لقاء، نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي عندها التركيز النهارده انها تحقق الفوز، تحقق ان شاء الله 3 نقاط مهمه جدا. من النقاط المهمه جدا يا امير برضو اللي انا عايز يعني اقربك فيها من الصوره اكتر، ان النادي الاهلي النهارده من المقرر ان هو هيرتدي الزي البديل اللي هو الزي الاسود، بينما فريق حرس الحدود هيرتدي الزي الابيض في الاحمر. ايضا من الامور المهمه جدا اللي كان بيتابعها الجهاز الفني النهارده هو في مقر الاقامه، مجموعه اللاعبين المستبعدين اللي كانوا بيادوا المران اليوم على ملعب مختار تتشي مع الدكتور طارق عبد العزيز، وايضا كان حريص الدكتور خالد والمستر ريني فايلر ان هو يتابع البرنامج التاهيلي الخاص بعمرو السوليه وحسين الشحات، وزي ما قلت لك امير بالامس تاكد بصفه يعني شبه مؤكده تماما ان حسين الشحات وعمرو السوليه هيكونوا جاهزين للمشاركه في التدريبات الجماعيه عقب لقاء الاتحاد بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب عايز أروح لكريم أحمد من استاد الماكس ونطمن من خلاله يا كريم على الأجواء عندك وكيف يستعد الملعب لاستقبال هذه المباراة. بجد التحيه ليك طبعا من جديد زميلي امير هشام، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بالتاكيد متواجدين في استاد المكسب الاسكندريه نادي حرس الحدود. طبعا يعني اقدر اقول كالعاده طبعا يعني اي منشاه عسكريه بيكون هنا التحضيرات على اعلى مستوى طبعاً، سواء من الاجراءات الاحترازيه للتعقيم الدخول الخروج، في اهتمام كبير جدا طبعا، ويمكن اقدر اتكلم كمان يعني على التامين اللي خارج الاستاد وداخل الاستاد. احنا عارفين طبعا ما فيش جمهور متواجد، لكن يعني حاجه رائعه ومميزه جدا تحديدا كمان في مديريه امن الاسكندريه، الامور كلها ماشيه بشكل سلس وطيب جدا بالنسبه للدخول والخروج. يعني وصل منذ لحظات الباص الاول طبعا لفريق النادي الاهلي اللي بيكون فيه العمال طبعا لتحضير الكرات والاطقم طبعا اللي يمكن نتكلم عليها زميلي فاروق صلاح، كل الامور طبعا دي بتساعد بشكل كبير جدا على الهدوء بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان على التركيز لما بتكون كل حاجه مهيئه ومحضره طبعا بشكل مميز جدا، لعيبه النادي الاهلي بيكون هدفها الوحيد هو التركيز في هذه المباراه اللي ان شاء الله باذن الله النهارده تكون من نصيب النادي الاهلي. انا عايز اذكر طبعا يعني كل جمهور النادي الاهلي بالقائمه اللي تم اختيارها المستر ريني فايلر المدير الفني في التدريب الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش، 21 لاعب زميلي امير في حراسه
المرمى، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، وعلي معلول، محمد شكري، ديانج، واليو بادجي، وجونيور اجاييه، ومروان محسن، جيرالدو داكوستا، واحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومحمد فخري، محمد مجدي قفشه، عربي بدر، وحمدي فتحي. يمكن هي دي طبعا القائمه اللي تم اختيارها بعد التدريب الاخير زي ما اكدنا قلنا، ودي اللعيبه الجاهزه سواء فنيا او ايضا كمان بدنيا وذهنيا. غيابات كالعاده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن كل مباراه بناكد الاهلي بمنحضر كل اللعيبه بيكون على قدر المسؤوليه، كل لعيب بينتظر يكون في فرصه، الفرصه ما بتكون متواجده لاي لاعب بينزل بيموت نفسه بلغه الكره في ارض الملعب. وان شاء الله زي ما بناكد كل مره التوفيق يكون على ربنا سبحانه وتعالى. النهارده يمكن الغيابات تبدا بعمرو السوليه، وعلى ذكر عمرو السوليه يعني بنفقد خدماته النهارده. لو نتذكر الجوله الثامنه في الدور الاول، عمرو السوليه هو اللي احرز هدف الفوز، فاز النادي الاهلي على حرس الحدود بنتيجه 1-0. لكن عمرو السوليه ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق ان هو يعود من جديد لمسانده فريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. بينضم للسوليه في الغيابات حسين الشحات ايضا كمان للتاهيل، صالح جمعه للرؤيه الفنيه، محمود وحيد ايضا كمان للرؤيه الفنيه. محمود وحيد جاهز بدنيا لكن هي رؤيه فنيه للجهاز الفني، بجانب طبعا بقى استمرار المطور بالنسبه لمحمود متولي وسعد سمير وكريم ندم ومحمود عبد المنعم. كهربا طبعا حابين نتكلم عليه النهارده، انت عارف زميلي امير هتكون اخر مباراه للايقاف الخاص بكهربا، على امل ان شاء الله باذن الله لننتظر يكون رؤيه خاصه وقرار مميز من الجهاز الفني ان هو يكون في القائمه الخاصه من مباراه الاسماعيلي. بيدرب اداء رائع، بيتمرن باداء مميز جدا. النهارده كان في تدريب صباحي على ملعب مختار التتش، ان شاء الله باذن الله الفرصه تكون مع كل لعيبه النادي الاهلي، والتوفيق يكون حليفنا النهارده ان شاء الله زميلي امير. تمام يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. نشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق باسكندريه، واشكر كمان زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي باستاد الماكس اللي هيستضيف مباراه اليوم باذن الله الساعه 8:30. في الحقيقه قالوا لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بمباراه اليوم قبل ساعات قليله من انطلاق هذه المباراه. هنروح لفاصل. طيب قبل الفاصل ناخد الاول ترند للاهلي واخر الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي النهارده تحديدا او اخر 24 ساعه في السوشيال ميديا، وخلينا نبتدي بحساب بطولات على تويتر، واللي قال ان الاهلي يواجه حرس الحدود تحت شعار الحسم المبكر للقب الدوري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الاهلي باذن الله لو كسب النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى خد خطوه جديده واقترب اكتر واكتر من حسم بطوله الدوري. لكن دايما سمه اساسيه من سمات لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني الثقافه بتاعت النادي الاهلي ايه؟ ان انا باخد مباراه مباراه، ما ببصش للنقطه اللي ابعد من اللي قدامي. اللي قدامي دلوقتي مباراه حرس الحدود، اكسب المباراه دي هخش على المباراه اللي بعديها الاسماعيلي بعدين الاتحاد، واحده واحده اكسب باذن الله احسم بطوله الدوري واخلص نفسي من ملف مهم جدا بالنسبه لي وبطوله كبيره مهمه جدا بالنسبه لي. نروح لسوبر كور وبيتكلموا على ان الفوز الكبير او مفاجاه حليم، اربع مهاريين وباجي يمنحون الاهلي الضعف زائد ثلاثه امام الحرس. يعني بصراحه العنوان فيه جانب حسابي كبير وانا في الحساب مش قد كده، فخلينا نتكلم على موضوع الفوز الكبير، وفوز هيبقى باذن الله كبير بالنسبه للنادي الاهلي كشيء وكخطوه زي ما اتكلمنا في بطوله الدوري. اما مفاجاه حليم في حاله لا قدر الله ان هو فاز، اللي هو كابتن محمد حليم طبعا مدير فني ونزل مدير فني كويس لفريق حرس الحدود، هتبقى مفاجاه لو فاز على النادي الاهلي، واي فريق بيفوز على النادي الاهلي طبيعي في بطوله الدوري بتبقى مفاجاه، يعني ده امر معروف. لكن اكيد ان شاء الله هنتفادى المفاجات في مباراه اليوم. لكن المهاريين وبادجي، اربع مهاريين وبادجي ما هنا قصدهم على احمد الشيخ، جونيور اجاييه، وليد سليمان، وقفشه، وكمان قصدهم على بادجي اللي هو احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار 3-4 مباريات فاتوا بيأدي بشكل ممتاز في الحقيقه. فاكيد ان شاء الله باذن الله دول هيمنحوا النادي الاهلي القوه والاضافه اللي تخليهم يفوزوا بثلاث نقاط مع نهايه المباراه. خلينا نروح لحساب يلا كور على انستجرام واللي بيتكلم فيه عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، وكلها بتبقى توقعات يعني واجتهادات من بعض الصحفيين بخصوص التشكيل. فخلينا نتوقع معهم او نشوف توقعهم ايه. محمد الشناوي في حراسة المرمى مفيش خلاف طبعا عليه، أربعة في خط الدفاع، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم كمساكين، عودة علي معلول بعد الإيقاف وتواجد محمد هاني، ده طبقا لتوقعات حساب يلا كورة. كمان في نص الملعب حمدي فتحي وعودة أليو ديانج كلاعب أساسي في المباراة، وقدامهم قفشة، وثلاثي الأمامي أحمد الشيخ، أجاييه، وبادجي، ده طبقا للتوقع اللي قدام حضراتكم على الشاشة. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات الحلقة النهاردة، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. اتكلمنا بشكل مفصل عن مباراه اليوم واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه حرس الحدود النهارده، وده الحدث الاهم والابرز خلال الساعات الحاليه بالنسبه لكل الاهلاويه. خلينا نتكلم شويه في الشق العالمي ونتابع اخر الاخبار العالميه، علشان كده معايا عبر سكايب الاستاذ فادي فخوري الصحفي بموقع ميلان سبورت، وهنتكلم معاه في بعض الامور المهمه جدا تحديد فيما يتعلق بالدوري الايطالي. يا استاذ فادي اهلا بيك، منورنا. نورك يا كابتن كريم، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن الدوري الايطالي، واكيد خلاص خلال الفتره الجايه الموسم الايطالي الجديد هيبتدي في ظل طبعا بعض الانتقالات المهمه جدا اللي بتحصل في مختلف الفرق الايطاليه، ابرزها طبعا يوفنتوس وارتباط اسم بعض اللاعبين بهذا النادي الكبير اللي حائز على اللقب اخر السنوات، وايضا فيما يتعلق بميلان وميلان المشروع بتاعهم وانتر كمان المشروع بتاعهم اللي بيحاولوا يكملوه على مدار الموسم الجديد. فخلينا نبتدي باليوفي تحديدا والكلام على سواريز وانضمامه لفريق يوفنتوس، اخر الجديد في الجزئيه دي تحديدا. هو اخر الجديد حضرتك ان النهارده قالت صحيفه لاجازيتا دو سبورت الايطاليه، قالت ان خلاص في شبه اتفاق بين اداره اليوفنتوس واداره برشلونه ان هم ياخدوا لويس سواريز، وهياخد المرتب في حدود 10 مليون يورو في سنويا، ويعتبر خلاص يعني شبه رسمي، وفي الايام اللي جايه هنسمع اكيد اخبار جديده وهيبقى رسمي يعني ان شاء الله. يعني خلاص الموضوع اقترب من الانتهاء بشكل رسمي لصالح يوفنتوس، واكيد هيكون اضافه طبعا لفريق يوفنتوس كمان الموسم الجديد. طبعا اكيد اكيد يوفنتوس بينقصه بقاله سنتين، ما عندوش مهاجم صريح، بيلعب برونالدو ديبالا بس في المقدمه، ما فيش مهاجم صريح، مهاجم صندوق. جونزالو هيجواين طبعا بعيد عن الملاعب، اصابات، وزنه الزياده. يوفنتوس بيفتقد المهاجم الصندوق يعني، فاعتقد ان شاء الله هيلاقيه في لويس سواريز. واكيد الهدف بالنسبه لهم طبعا الشامبيونز ليج بيحاولوا فيه بقى لهم فتره لكن مش موفقين، فاكيد سواريز هيكون اضافه كويسه. لكن انا عايز اروح لميلان، وميلان بيحاولوا يستعيدوا العصر الذهبي بتاعهم من خلال بعض الصفقات، لكن لسه برضو مش من نفس القوه مثلا بتاعه صفقات يوفنتوس او حتى صفقات الانتر. بتشوف ازاي مشروع ميلان خلال الموسم القادم، وهل الاهداف اللي هم حاطينها لنفسهم ممكن تتحقق ولا لا؟ ميلان حضرتك السنه دي يعتبر جدد عقد في الانتقالات دي، جدد عقد ابراهيموفيتش لمده موسم، انتدب ابراهيم دياز من ريال مدريد على سبيل الاعاره اخر الموسم بالظبط. خلاص يعتبر ساندرو تونالي الموهبه الايطاليه تعاقد مع يعتبر شبه رسمي بعد فتره التوقف الدولي، هيعلنوا عنه من نادي بريشيا. في كلام تاني عن باكايوكو، في كلام عن لعيب اسمه لويس فلورنتينو لويس من بنفيكا البرتغالي. المشروع يعني يعتبر مشروع شباب، الميلان بيحاول يبدا مشروع شباب لعيبه يعني مش معروفين قوي، مع الوقت بياخدوا خبره في الدوري الايطالي. هل ده يرضي يعني طموح جمهور ميلان في العالم كله؟ ميلان ليهم جماهير كتير جدا في كل انحاء العالم، يعني هل الفكر ده يرضي طموح الجماهير؟ بص حضرتك، هو يعني في البدايه ان يعني الجماهير مش عايزه لعيبه شباب بس، لازم يبقى فيها لعيبه خبره في الفريق. بس للاسف في مشكله اللي هي القانون المالي النظيف، كان عامل ازمه في التعاقدات بعد ما بيع بيرلسكوني للنادي للصينيين. الصينيين جم صرفوا في موسم واحد 200 مليون يورو وما عملوش اي حاجه، يعني وصلوا دوري اوروبي ما فيش. فالمشكله الميلان مش مشكلة لعيبة، يعني مشكلة في الإدارة، في الإدارة في التعاقدات. أيوه، إن المشكلة كل شوية يعني رئيس النادي بيبيع بيجي إدارة تانية، الموسم اللي بعده بيجي إدارة تانية، الرئيس الصينيين ماشوا وجم إدارة إليوت البنك اللي أخذ النادي، هم دول اللي عملوا يعني
بيبتدوا يصلحوا من دلوقتي يعني. فكل شويه ادارات بتروح وادارات بتيجي، فاستمرار الاداره السنه دي ان شاء الله بيبقى ليه مؤشر ايجابي يعني على الفريق ان شاء الله. طيب بالنسبه للانتر واستمرار كونتي، وده يمكن كان اهم شيء بالنسبه لهم بعد النجاح اللي عمله الموسم اللي فات مع الفريق، تاهله للتشامبيونز ليج وكمان وصوله لنهائي اليوروبا ليج وخسر من اشبيليه في مباراه كانت قويه جدا، وواضح ان هم حاسين ان هم ماشيين في الاتجاه الصحيح، كمان دعموا بعض الصفقات ابرزهم اشرف حكيمي، بالاضافه لاستمرار لوتارو مارتينيز المهاجم الارجنتيني المميز. ازاي بتشوف انتر خلال الموسم الجديد؟ هو انتر يعني الصراحه عامل صفقات حلوه وماشي كويس، يعتبر مع كونتي كاول موسم يعتبر الاداره مش يعني اي طلب كونتي بيطلبه الاداره بتلبيه. في النهارده كولاروف الظهير الايسر بتاع بالظبط. روما خلاص عمل الكشف الطبي وهيعلنوا عنه النهارده، هيعلنوا عنه يا النهارده يا بكره. في كلام النهارده في لاجازيتا دي سبورتا عن تعاقد مع ارتورو فيدال لاعب وسط برشلونه. في كانتي، ما اعرفش كانتي لسه يعتبر في بداية هتبقى المفاوضات صفقة لاعب حلوة تشيلسي. قوي دي، هتبقى صفقة حلوة قوي بالنسبة لهم. طبعا بس مشكلة ان انتر اصلا عنده لعيبة خط وسط كتيرة يعني، عنده بانجولان، باريلا، سينسي، بروزوفيتش، في لعيبة كتيرة. ف هنشوف بقى اختيارات كونتي مين هيقعد ومين هيمشي يعني، لسه مش معروف. وهل التعاقدات دي هتتم اصلا ارتورو فيدال وكانتي ولا لسه الكلام طب في البداية؟ بالتحديد بالنسبه للاوتارو مارتينيز المهاجم الارجنتيني، وكان الكلام ان هو رايح برشلونه، وطلع كلام تاني ان اللاعب تراجع عن الانتقال لبرشلونه بعد ما عرفته ان ميسي عايز يرحل عن برشلونه. دلوقتي ميسي مكمل الموسم اللي جاي في برشلونه، هل ممكن يتفتح الكلام تاني بانتقال اللاعب للنادي الكتالوني؟ اعتقد لان برشلونه بيفتقد يعني، اعتقد بعد لو رحل لويس سواريز راح يوفنتوس هيبقى ما فيش عندهم يعني مهاجم صريح، فاعتقد ممكن يرجعوا لو تارو مارتينيز مره ثانيه. ممكن بس يعني شايفها انتر مش هيبيعه بسهوله، مش بسهولة. هيسيبه بسهوله يعني. اكيد، لانه عنصر مهم جدا بالنسبه لهم في الحياة. طب انا عايز اسال في حاجه اكيد تخص نجم من نجوم الكره المصريه وهو محمد النني، وفي تقرير خلال الايام السابقه كانت بتتكلم على ان سامبادوريا الايطالي بيرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعاره من ارسنال، في المقابل ارتيتا المدير الفني لارسنال مهتم قوي بتواجد النني. ايه اخر اخبار التقارير دي، وايه الجديد اللي ممكن يحصل بخصوص محمد النني؟ هو زي ما حضرتك قلت، هو كان في تقرير طالع على موقع توتو ميركاتو ويب، قال ان سامبدوريا فعلا بقياده المدرب كلاوديو رانييري عايز يتعاقد مع محمد النني على سبيل الاعاره. بس اعتقد يعني النني لعب ماتش حلو قدام ليفربول في كاس الدرع الخيريه، لعب اعتقد ماتش صعب كويس ان فعلا. مش عارف او لعب ماتش حلو جدا. ف مش عارف هل يعني هو التقرير طالع، بس اعتقد يعني لغايه دلوقتي ما فيش مستجدات عن الخبر يعني، وطلع في توتو ميركاتو ويب بس يعني، ما فيش اكتر من موقع او اكتر من صحيفه ذكرت الكلام ده. لغايه طيب دلوقتي يعتبر شبه اهتمامات، ما اعرفش اهتمامات في لكن مفيش القادم حاجة هل هم رسمية يعني. هيبقى فيه. لا اعتقد لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسمي، بس اعتقد لو جه يعني سامدوريا هيبقى اضافه طبعا أكيد. فريق، وهيستفيد فنيا من مدرب كبير زي كلاوديو رانيري. بالتوفيق ليه طبعا، سواء استمر مع الارسنال او جه سامدوريا او انتقل لاي نادي تاني. أكيد إن شاء الله. طيب أخيرا عايز أسألك عن شكل المنافسة في الموسم الجديد في بطولة الدوري الإيطالي، وهل حد ممكن يكسر هيمنة يوفنتوس على اللقب ولا لا؟ هو سؤال صعب، كل موسم بيتقال السنة دي يوفنتوس مش هياخد الدوري وفي الآخر بياخد الدوري. بياخد الدوري. ف ممكن انتر ينافس بعد الاستقرار، بعد كونتي، بعد ما عرف يعني حاول يجيب يكون عنده فيه لعيبة احتياطي، يحاول يعني يتعاقد مع اللعيبة اللي هي ناقصة عنده في الفريق. ممكن يكون في منافسه من الانتر يعني، يعتبر انتر هو اقرب حد ممكن ينافس على يوفنتوس على اللقب. أكيد هنتمتع بالدوري الإيطالي في الموسم الجديد يا أستاذ فادي. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ فادي فخوري كان معانا عبر سكايب طبعا الصحفي موقع ميلان سبورت، واتكلمنا معاه بخصوص تحديدا الدوري الإيطالي والمنافسات في الموسم الجديد وفيما يتعلق ببعض الفرق الإيطالية كمان. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا. طيب مكملين مع حضراتكم في الترند العالمي، وفي بعض الاخبار والموضوعات المهمه جدا اللي هنتكلم فيها ونتابعها
في الترند العالمي. اول موضوع وهو من بي بي سي سبورت، واللي بيتكلم على دياجوفيتش طبعا النجم الصربي الشهير في لعبه التنس، واللي حصل الواقع زي ما حضراتكم شايفين كده خلال اللقطات اللي قدامكم، يعني تحت مسمى السلوك الغاضب. اللاعب يعني في احدى الكرات كده كان غاضب جدا فضرب الكوره، جت في الحكم وهي سيده يعني جت في رقبتها وقعت على الارض، فتم تصنيف الموضوع ده بالايذاء البدني طبقا للوائح الخاصه ببطوله امريكا المفتوحه للتنس 2020. وكان هو في مواجهه طبعا مع بابلو كارينو ضمن الجوله الرابعه للقسم الاول، والكلام ده حصل بعد شوط واحد من المباراه اللي كانت في دور ال 16. ايه اللي حصل بقى معاه بعد اللقطه دي؟ قال لك اللوائح هتطبق عليه فتم استبعاده وتم تغريبه. هو كان ما وصل للدور ده كسب مبلغ مالي معين تقريبا حوالي 250 ألف دولار هيتخصموا منه، وتغريمه كمان بخلاف المبالغ اللي هو كان فاز بيها لا هيتغرم مبالغ إضافية وتوقيع غرامات وخسارة كل نقط التصنيف اللي كانت ناتجة عن هذه البطولة تحديدا. فده فيما يتعلق بنوفاك دياجوفيتش طبعا نجم التنس الشهير والعالمي واحد ابرز اللاعبين في تاريخ اللعبه. لكن دايما ده معناه ايه؟ معناه ان اللوائح والقوانين بتطبق حتى لو على مين في اي لعبه، وتحديدا في المحافل العالميه زي ما حضراتكم شايفين كده في البطوله. هو اتعصب وكان غاضب جدا فالكره شاطها اصطدمت في السيده الحكم اللي كانت يعني بتدير وبتشارك في هذه المباراه. اللقطه قدامكم على الشاشه زي ما حضراتكم شايفينها كده، لقطه صعبه جدا وهو راح يعتذر يعني. فده فيما يتعلق بهذه الجزئيه رغم اعتذاره طبعا طبق عليه العقوبات. طيب خلينا نخرج من التنس ونروح لكره القدم، وتحديدا نادي مانشستر سيتي وفريق مانشستر سيتي، والكلام على رياض محرز وامريك لابورت طبعا نجم دفاع الفريق اللي تعرضوا للاصابه بفيروس كورونا وعملوا التيست طلع ان هم التيست بتاعهم بوزيتيف، فبالتالي هياخدوا اكيد ما فيش علاج يعتبر للفيروس بس هيتم عزلهم طبقا للاجراءات الوقائيه المعروفه من هذا الفيروس والاجراءات الاحترازيه عشان يتم الحفاظ على باقي زملائهم في الفريق وطبعا الجهاز الاداري والفني الخاص بفريق مانشستر سيتي. نتمنى لهم يا رب السلامه والشفاء العاجل. في الحقيقه رياض محرز احد نجومنا العرب المميزين جدا جدا واللي على المستوى المهاري فرديا ممتاز جدا جدا، فبالتالي نتمنى له الشفاء. وكمان لابورت احد النجوم المميزين في خط دفاع فريق مانشستر سيتي. ده فيما يتعلق بمانشستر سيتي. خلينا نروح ايضا لخبر اخر بخصوص مانشستر سيتي واحدى التقارير اللي بتقول ان الفريق خلاص اقترب من التعاقد مع كولوبالي نجم دفاع فريق نابولي الايطالي، لعيب كتير كبير جدا طبعا واحد النجوم المميزين في منتخب السنغال، ولو تم التعاقد معه هيكون اضافه مؤكده في خط دفاع الفريق الانجليزي مانشستر سيتي. بس الغريب في الامر ان يعني جوارديولا دايما بيركز في التعاقدات على خط الدفاع، يعني هو كان تعاقد قبل كده مع جون ستونز من ايفرتون، بعد كده تعاقد مع لابورتي، وبعد كده تعاقد مع اكي احد اخر الصفقات في هذا الخط تحديدا واللي جابه من بورموس، وكمان هيضيف ليهم كلوبالي. فيعني الخط ده تحديدا صرف كتير قوي على مانشستر سيتي، في نفس الوقت الناتج المطلوب اللي هو الشامبيونز ليج ما جاش بالنسبه لجوارديولا. هنشوف لو انضم كلوبالي اللي اتفق على كل شروطه الشخصيه مع مانشستر سيتي في انتظار الاتفاق بس مع نابولي هيضيف ايه بالنسبه للفريق. طيب تعالوا بقى نروح لخبر تربوي مهم جدا، وده من المنتخب الانجليزي وصفحه عالم كره القدم الانجليزيه على فيسبوك، نشر التصريحات لساوث جيت طبعا المدير الفني للفريق او للمنتخب الانجليزي اللي اعلن عن خروج فيل بودن نجم مانشستر سيتي وجرين وود نجم مانشستر يونايتد من قائمه المنتخب وعودتهم لانجلترا بعد الحادثه اللي حصلت، وان هم جلبوا فتيات الى المعسكر في ايسلندا واختراقهم طبعا لقواعد الاجراءات الاحترازيه. دي تصريحات ساوث جيت بعد الواقعه، وبناء عليه تم استبعاد فيل بودن طبعا نجم وسط مانشستر سيتي ولاعب شاب في الحقيقه مبشر جدا جدا جدا. نفس الحال بالنسبه لجرين وود اللي بعد فتره التوقف كان مؤثر بشكل ايجابي وساهم في تاهل مانشستر سيتي للتشامبيونز ليج، فبالتالي كلها امور تربويه بتبقى مهمه جدا جدا هناك برضو، ما فيش هزار في الحاجات دي. وده كان قرار ساوث جيت المدير الفني لمنتخب انجلترا. خلينا نروح لمانشستر يونايتد وتحديدا حساب جول على تويتر نشر
تصريحات للهولندي ويسلي شنايدر، طبعا نجم احد النجوم الكبار في تاريخ هولندا واحد النجوم الكبار في تاريخ الانتر الايطالي، واللي قال انتقال فان دي بيك لمانشستر يونايتد الانجليزي خطوه مهمه جدا في حياه اللاعب. فان دي بيك كانت التاريخ كلها بتربطه بريال مدريد، لكن في الاخر انتقل لمانشستر يونايتد، واكيد هيبقى اضافه بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد في بطوله الدوري الانجليزي اللي هتكون قويه جدا هذا الموسم. طيب ده فيما يتعلق بالترند العالمي. خلينا نروح ناخد التفاعل وتوقعات جمهور النادي الاهلي لمباراه اليوم ما بين الاهلي وحرس الحدود وتوقعاتهم النتيجه ممكن تكون كام. خلينا نبتدي بيحيى شعبان واللي قال ان شاء الله فوز الاهلي 3-0. تحياتي للاعلامي حبيبي ربنا يخليك. خلينا نروح لمصطفى عبد الوهاب قال 3-0 للاهلي ان شاء الله. سيد الجندي قال ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. لسه كمان مع بعض التوقعات الاخرى. وخميس حبيبه قال فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. مايكل موكا قال 3-0 ان شاء الله للاهلي. وطارق مانشستر قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-1 واجاييه هيسجل باذن الله. نتمنى كل التوفيق لاجاييه ولكل زمايله في الفريق ان شاء الله، ويفوزوا بثلاث نقاط جديده في مشوارهم نحو الحفاظ على بطوله الدوري الممتاز عشان تبقى البطوله رقم 42. هنترقب ونتابع هذه المباراه وان شاء الله باذن الله نفرح بعد فوز النادي الاهلي في مباراه اليوم، ونستنى ونترقب ايضا حصد اللقب قريبا باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، هشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، وبكره البرنامج مستمر مع الزميل محمد سعيد بكره وبعده. استنونا باذن الله تعالى، الى اللقاء.